المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني. مع المشاهير. جميلة سيلفا أبلين، اليوم نحن منورين بوجودك عبال المية سلف، وطول إن شاء الله بتضلي نجمة مضوية وساطعة بسماء لبنان، لأنك رائعة جدا. مرسي وجودكم عبال المية. ثانك يو لوجودكم هون. مرسي من راديو المشاهير، من وجهتك ألف تحية. أنا برحب فيكم لراديو المشاهير ومبسوطة فيكم كثير، وإن شاء الله عبال تقدم والتطور الزايد يا رب. ثانك يو. ثانك يو لإلك. مرسي. بنحب نعرف شعب حضري جديد. نعرف نلت عدت على الأب من الجيش وفغني للجيش، أخذت المرتبة الأولى. نعم. طلعت المرتبة الأولى وهلأ في أغنية جديدة لهيثم زياد كمان إن شاء الله يا رب قريبا بسمعوها كثير. نعم. حلو. نعم. مثل ما قلها بيريد. نعم. عساس يكون موجود أول السيد. لا هو مضطر منه بلبنان أبدا. ف مسيو أنس. نعم. أنس حبت ماكي موش موجود. نعم. طيب سيلفا نورتينا على المشاهير اللبناني، تحية لك من قلب. ثانك يو لوجودكم. مطعم جسور بجاي ان شاء الله حبيتوا الجو على طول. يلي بده يسمع صوت الحلو مع سيلفا بمطعم جسور. ميرسي ميرسي نورتينا. ايش جديد هيك عم تحضر غير الاغاني الجيش؟ اغاني لهيثم زياد، غني سينجل مع فيديو كليب باذن الله قريبا كثير. انتاج مين؟ انتاجنا الشخصي، انتاج جسور. نعم. اذا بدك تقول وانتاج الشخصي. نعم. شفنا احد المنتجين والاسماء موجود هون اكيد. علي تعاون. علي غنوم. علي غنوم موجود له اكيد اكيد. تذكرت حبيب القلب. اكيد حيكون في التعامل اكيد علي. علي خيي وحبيب قلبي، مش بس منتج، بحبه كثير. نعم. شكرا لك سيلفا. ميرسي علاء. ثانك يو حبيب قلبي. عبر البث المباشر من بيروت معكم الإعلامي شرق الغوش، عم نحتفل الليلة من مطعم جسور بمنطقة جعيتا بحفل عيد ميلاد الفنانة اللبنانية سيلفا أبلين. مستمعينا الكرام عبر راديو المشاهير اللبناني، تحية لك الإعلام الرائع شرق الغوش. تسلم. وأنا كمان بوجه لكم تحية كتير كبيرة حبيبي. أنت منورنا اليوم يعني بهاللايف، لايف تشات ولايف أونلاين. لايف عم بيشوفونا من كل دول العربية ومن جميع أنحاء العالم عبر برنامج 7 نجوم ضمن برنامجي اللي صار معروف بالساحة الفنية 7 نجوم وقمر. نعم. شرب قد اليوم بيلعب اللايف دور كمشاهدة كمستمعين كناس موجود. بلشت العالم بلبنان ومثل ما انك عم بتشوف هلا عم يشوفونا من كل دول العربية. نعم. بلشوا يتعودوا على فكرة انه شيء لايف اونلاين. بدول يوروب العالم معودة على هذا الشيء. نعم. بس هيدي خطوة كتير مهمة. موقع 7 نجوم هو اول موقع بالعالم بهالطريقة، ونحن بلشنا من انطلقنا من 5 شهور بلشنا ننتشر بكل دول العربية، وكل واحد منا كان عم بيقدم برنامج معين. وانا بلشت استقبل فنانين كتير معروفين ببرنامجي مثل الفنانة ليال عبود، مثل الفنان عزيز عبدو المصمم العالمي عقل فقيه، والفنانة سيلفا أبلين 3 مرات كانت ببرنامجي ضيفي عزيزي على قلبي. وفي فنانين كتير اكيد بدي وجه لهم تحية كتير كبيرة، وبدي اشكر كل ضيف وكل فنان عم يطلع معي بالبرنامج. مع وجود صعوبة شوي بالاقتصادات عم يأثر الموضوع على اللايف بروتكاست اكيد. لازم تكون الانترنت قوي
قوية بلبنان، بس للأسف كل شيء عاطل عنا بلبنان، بس عم نحاول نعمل من ماشي مثل ما بيقولوا إنجاز. مسيرتك وعطيتك كمان نكمل فيها. شربل أنت منورنا اليوم، تسلم. والمشاهير اللبناني انبسطنا فيك، نحن كمان مبسوطين فيك. عطول هيك شاكوبا وكمل هيك لك ولفريقك. ثانك يو حبيبي. وانا كمان بدي اوجه عبر هالراديو تبعكم الحلو المميز اللي عم ينتشر يوم بعد يوم، واكيد بدي اتمنى لكم كل النجاح. بدي اعيد الفنانه سيلفا ابالين، بدي اتمنى لها كل النجاح وبالبقى للنجاح، لانه هي نجمه وهي نجمه ضوي بسما لبنان، وبقول لها بحبك كثير. نعم شرب الغش. ثانك يو لك كثير. ثانك يو لكم. ميرسي كثير. صديق رائع. تسلم. بكون علامه وعلى وفقك، ان شاء الله بنعمل شيء نحن وياك سوا ان شاء الله. Thank you لكم. مرسي لكم حبيبي. مشاهير اللبناني تحية لكم من القلب، وتحديدا من مطعم جزور. وصدفتنا صدفة حلوة انه اجتمعنا من منتج الجميل علي غنوم، نورنا اليوم. يعني بنعرف اسمك ساطع وبالعليلي اسمار حفلات واسماء لستارز كبير. يعني اليوم موجود حضرتك بعيد سيلفا ابلين، صديقة عزيزة كبير غالية على قلبي، وان شاء الله قريبا في شغل عن سيلفا وقريبا في عمل جديد لها ان شاء الله. نعم. انت شكون؟ انت ايج بروتكشن عن ديفا. نعم. في شغل تحية ان شاء الله. مرسي كبير على ان شاء الله في خير. خبرتني عم تعمل حفلات، منتشر لمجال الحفلات اكثر شوي في حفلة للليال قريبا ان شاء الله. في الليال نعم. في ميكايلا ان شاء الله في شغل. نعم. والله في عندي فنان ثاني شاب بدهم يطلعوا اسمه جيسي ومايا. نعم. كمان من شركة جورج برودكشن. قريبا ان شاء الله في شغل كثير حلو. نفس الوقت عندي مودلز، عندي كل شيء كاستنج، مش بس فنانين. حلو. ان شاء الله دعايات اي شيء، كل شيء عندي. قد اليوم الانتاج بلبنان بيلعب دور مستوى عالي، يعني قد صعب صعب كثير بالامور يعني هالاوضاع. طلع من جين الشركات انكسرت ورا حسب كل انسان كيف بيفكر، والشهره اللي هو بده اياها فرق بين تفكر بالمال تفكر بالشهره. نعم. الشهره اهم من المال. في عندك اي طريقه للشهره؟ نعم. بس بدك تشتغل بحقه كل شيء مزبوط. الشهره حلوه. نعم. وهينة تجيبها وصعب تجيبها. حضرتك متجهين حول موجة السنجل كمان، مثل عم نعرف وقت الشركات بطلت تنتج ألبومات، صار كله سنجلات. هلا إيش أكثر شيء سنجل؟ نعم. تنجح أكثر من ألبوم. السنجل عم تضرب. نعم. أكثر من ألبوم. حتى اليوم التواصل الاجتماعي والمواقع عم تضرب الشركات الإنتاج من ناحية تنزيل الأغاني، لأنه تعرف ما عادش في سوق بمجال أكبر وسائل الإعلان صارت هي الإنترنت. نعم. أخذ دور كتير كبير. نعم. حتى عالمياً حتى جماهيرياً. نعم. هل أنتم كشركة إنتاج بتفكروا تعملوا أبليكيشن لألكم مثلاً فيها وعمل أونلاين؟ كتير. هذا شيء ضروري كتير أصلاً. لأنه صار اليوم كل واحد من الناس. نعم. الإنترنت عنده 7 سنين صار بتلاقي عندك على الإنترنت. الإنترنت كتير مهم صار بالحياة. يعني في كل إنسان. علي غنوم نورتني اليوم عبر راديو مشاهير لبناني. اكيد حتكون ضيف البرنامج مع المشاهير. هاي بس مداخله بجزور. انا بكبر فيك وكثير سعيد وبيننا تعاون باذن الله نحن وياك. ان شاء الله. انا بتشرف فيك. شرف لك. شكرا لك. شكرا لك.